مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عملت ذكوري جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. أبهبتك حمي تلقائك ضيمتي وأوما أثبت الوجد قال في عبرة بابنا إلى البهار على خديك والعنم. نعم سار طيف مال أهوى فهرقني والحب يعتريض لذاتي بالألم. الخلق كله.
أحلتني نصحنا إن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمبي إني تأخذت نصيح الشيب في أذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صلي فسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعبت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من البي للجميل قرار ضيف ألم براسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أمقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملي برادي جماه من غبايتها كما يرد جماح الخير بالنجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهبتها إن الطعام يقوي شهبة النجم والنفس كالطفل تهمه شبع على كبر ضعي وإن تفطمه ينفطمي فاصرف هوا هوا هادر أن تبليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي ورائها وهي بالأمال سائمة وإن هي استغلت المرعى فلا تصمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا بغشت سائسة من جوع ومن شبع فرب مخمصة تنشر من التخم واستفريعي دمرة من عين القادر تلأت من المحارم بلزم حمية الندم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا أمل لقد نسمت به نسل لعقمي وشتى من سغاب أنشأه مطوى تحت الحجارة كشفا مترفا لدى وروادته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا
الخلق كلهم وأكدت زقده فيها ضرورة إن الضرورة لا ترد على العصام وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة ما لولاه لم تخرج الدنيا من العذاب المصطفى محمد صلاة الله هو الحبيب محمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي പരിഹാരം മദീനയിലുണ്ട്. മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി നല്ലോണം അടുത്ത് സ്വലാത്ത് ഫുൾ ടൈം നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക. ഹുബ്ബ് വർദ്ധിച്ച് ദുനിയാവും ആഖിറവും രക്ഷപ്പെടും. ഹുവൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بها من غير منفصل فاق النبيين في الخلق وفي خلق ولم يدانوه في قلب ولا كرم مولا يصلي وسلم دائما معناه فليس يرى بالقرآن
I'm gonna
الطرف من الكفار عنه عامي فالصدق في الغريب صديق لم يريما فهم يقولون ما بالغار من أريم بقاية الله أعدت المضاعفة من دروع وعن عال من الأتب ظن الحمام وظن الأنكبوت على خير البرية لم تسج ولم تحمي بقاية الله أعدت المضاعفة من دروع وعن عال من الأتب حسامني دهر ضيما ما استجرت به إلا بنيت جمارا منه لم يضمي قال التمست غنى الدارين بيده إلا استلمت الندى من غير مستلم لا تنكر البحر من رؤياه إن له فالبني ذا نمت العنان لم ينمي فذاك حين تبارك الله ما وهي بمكتسب على نبي على غيب بمتهم كم أبرأت فاسبا بالأمس راهته فأطلقت غريبا برفقة اللمم فأحيت سنة الشهباء دامته حتى حكت غرة في العسر تهمي بأرض جاد أو خلت بطاف بها سيبا من اليمن أو مولاي صل مساء دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم غريب وصف يا ايات الله ظهرت ظهورنا للقران لنا العالمين فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطوف الامال المديح الى آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان بغي تخبرنا عالم عالم عن عاد وعني رمي نامت لدينا فقد كل معجزة من النبيين ارجعت ولم تدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا ردت بلاغتها دوام عريضها رد الغير يد الجانع الحرمي لها معانك موج البحر في مددي وفوق جوهره في الحسن بالقيم فما تعد فلا تمسى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسهم قرت بها عين قارئها فقلت له لقد غفرت بحبل الله فاعتصم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان تدلوها خيفة من حر نار نضى قد فتح للظى من فردها الشبيب كانها الحيض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان مدينة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم حتى الجبل حسود الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام العرف نساحته سعيا وفوق موتون العين قرسمه ليلا إلى هرمي كما
Yeah.
بعدي غربتها مقفولة رهيبي مقفولة أبدا منكم بخير أبي وغير بني فلا بيت بلم تهيبي هم الجبال فصل عنهم مصادمهم إن تلقاه الأسد في أعجامها تجمي ومن تكن به رسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أعجامها تجمي ولن ترى من ولي غير Yeah.
منه بتسمية محمد.